المشاهدين اكيد اليوم بتعرفوا فقرتنا الرياضيه نهار الاربعاء رح نحكي عن عده امور، رح نشتغل على الارمز تبعولنا على البايسبس وعلى الترايسبس. بس قبل الانترودكشن اللي عم بعملك اليوم عن الهانبل ريس اللي بعد بده اربع ايام ليبصر النور نهار الاحد 7 سبتمبر 2014 الساعه 8 تماما صباحا، رح يكون انطلاق اول ويف او اول موجه من المتسابقين المتعطشين للفوز، المتعطشين للإنجازات والمتعطشين ليختبروا شغلة كتير يونيك. خلينا نشوف التريلر سوا ونرجع نكمل حلقتنا وصباحنا معكم. For the first time in the Middle East, Hannibal Race 2014 on Sunday, September 7th at Zara Raw Club, 8 a.m. sharp. Are you ready for an experience of a lifetime? A race unlike any other. An unpredictable race. All you need is a fighting spirit, a warrior's heart. Anyone can do it. Do you think you can? Grab your ticket from Virgin Ticketing box offices. Sunday, September 7th at Zara Club. Hannibal Race 2014. بي بارتنرشيب كتير حلوة من الام تي في بدعم مباشر من نيات الجيش واكيد عبر فوج مغاوير البحر. هيدا اكيد نحن سبق منعول عليه كتير ليكون اذا بدكم وحدة من الواجهات الرياضية اللي منجرب نفرجي فيه لبنان ونجرب فيه حضارة شعب لبنان. على كل حال مثل ما قلت هيدا كمان لوجو فوج مغاوير البحر. حلقتنا اليوم اللي حتحكي عن البايسابس وعن الترايسابس، رح نحكي عن الارمز، رح نحكي عن اطرافنا بمنطقه الجسم الاعلى، قديش نحن منعوز ايدينا، بتصيروا تعرفوا قديش مهمين هالعضلات يلي بيتناغموا باهميتهم مع كل عضلات الجسم. خلينا نبتدي سوا، بس قبل كمان فرجيكم صور عن عضلات البايسبس والترايسبس. وعم نحكي الاناتومي اوف ذا بايسبس، عم نحكي عن لونج هيد شورت هيد، مثل ما بقول اسمهم بايسبس. ننتقل للترايسبس كمان هون، اناتومي اوف ذا ترايسبس، ميديال هيد، لونج هيد، لاترال هيد، يلي هن بيحكوا كمان العضله ذو ثلاث رؤوس يلي هن بكثير محلات بيكونوا النايت مير تبع السيدات او كابوس السيدات، بس انا بقول لكم هذا الكابوس ممكن ينزاح عنكم ببساطه اذا بتكونوا عم تشتغلوا وعم تعملوا شويه حركات لهالعضله خصيصا، مثل يلي رح نشوفها هلا بالرابر باند. رح اعمله من هون، رح ثبت تقريبا كواعي من هون، قرب لقدام شوي وبلش اشتغل. 1 2 3 4 5 6 ما انت مشدوده، 7 8 9 10 I go for 2 more 1 و2 perfect. روح على البايسبس، دائما الاوزان اوزان خفيفه، بتكون اوزان بس للعرض. هون برجع كتافي لورا وبشد المعده، واقف على اجري، ركابي مطعوجين مش جالسين، مطعوجين من هون. بلش 1 arm دمبل كيرل مع روتيشن. لكل عم بيسألوا إذا في وسيلة نقل بتوصلهم على الزعرور كرمال الهانبل ريس، بقول لهم إنه في باصز رح ينطلقوا من قصر المؤتمرات بتضيي على الساعة 6:45 دقيقة شارب، ولما أقول شارب وي مين إت، نحو الزعرور كلوب. مطرح ما هونيك كمان في باصات خصيصة تانية بتنقلنا على الجرد، بدها 5 دقايق من الزعرور كلوب للجرد. صار في كتير ناس مشاركين وبعرف قديش محمسين ليكونوا عم بقوموا بهذا الايفنت. كمان مور اند مور مور اند مور I go for 4 more 1 2 3 4 عظيم. رح روح على ظهري هلا شوي، سوباين بوزيشن، مستلقي على ظهري. اكيد فيكم تعملوا هيدي الحركه على بنش، فيكم تعملوا هيدي الحركه على ستيب اعلى شوي، انا عم بختار شوي ستيب قريبه للارض. حتى فيكم تعملوه على الارض يعني بلا ما يكون عندكم اي طول تشتغلوا عليه. اللي بدي اقوله انه اليوم اذا عندكم الاراده وعندكم الويل رح تكونوا عم بتلاقوا
دايما طريقه لا تشتغلوا الحركات تبعكم من هون كل ايد لحالها كويع 60 and I go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دمبلز على جنب عم بشتغل حركة للبايسبس وبعدها دغري حركة للترايسبس عم كون اوقات واقف على اجري عم كون اوقات مستلقي على ظهري بعدة بوزيشنز لازم تعرفوا عدة حركات لازم تعملوهم بعدة طرق من هون هلا رح روح كتير كلاسيكال بكل بساطة ايدي مفتوحين لهون على اجري كمان ركابي شوي مطعوجين 10 مرات 1 2 كمان 3 مور 4 5 6 7 8 9 one more 10 perfect دمبلز على جنب رح جيب هلا الفتنس بول استلقي على ظهري uneven surface unstable surface على مهلي راسي لازم يكون على الفتنس بول شوفوا جسمي من هون كيف بطلع جالس ايدي لهون رح اعمل روتيشن كمان that's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 perfect على مهل كثير من الفرق مشاركه بالهانب الريس كثير من الفرق اللي حكون عم تركض بويفز مختلفين يعني مثل نوادي مثل مؤسسات مثل كل هالامور بيلبسوا نفس التيشيرت بيلبسوا تيشيرت موحده بيركضوا بنفس الويف ولكن اليوم الاوقات تبعهم اللي حكونوا عم بتسجلوا اون انديفيدجوال بيسز يعني فيكم تطلعوا تاخذوا تيكت على الباب وتركضوا فور فان وفيكم تطلعوا تركضوا فور كومبيتيشن كمان على كل حال اللي بيركض فور فان مش حيكون عم بلاحق وقته يلي بيركض فور كومبيتيشن اكيد رح يكون عنده وقت بيتسجل هيك ممكن ان ذا فيوتشر اذا بيرجع بيعمل هانب ريس ثاني بيرجع بيعمل اذا بدكم مقارنه بين رقمه الاول رقمه الثاني وبعدين كيف عم بيتقدم بهذا الموضوع رح ارجع اجيب الفتنس بول رح اجرب اعمل ايسوليشن قد ما فيي للبايسبس من هون على مهل كتير بتفيدني الفتنس بول بهذا الموضوع and I go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ببرم ايدي هامر كيرز 5 مرات 1 2 3 4 5 كمان بكل بساطة للناس يلي ما بدو يطلعوا بالباصز من قصر المؤتمرات فيكم تطلعوا على الزعرور كلوب بالسيارات تبعوا الكون مطرح ما رح تصفوا سيارة هونيك بباركينج كبير بعدين رح تنتقلوا من الزعرور كلوب مثل ما قلت مع كل الناس اللي جايين بغير باصز من غير محلات على المنطقة يلي تقام فيها إذا بدكم فعاليات هيدا الريس الحلو كتير سويتش أهم شيء للي بعده متردد شوي ما في مجال للتردد لأنه تشالنج كتير حلو من هون up and down that's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10
and then switch hammer curl. واحد اثنين ثلاثة أربعة مور خمسة. باخذ نفس عميق، فضي أكيد بعد حركة للترايسبس، بتكون آخر حركة لليوم. رافي عم بيتفاعل معي عشان هيك عيني عم بتدلع عليه لرافي أنا. 2 3 4 5 6 7، معدة مشدودة. 8 9 10 and 10، and I switch. آخر حركة أنا بختم معكم من هالحركة إذا بدكم. كمان هلا رح تلاقوا زميلتي رولا وإلي بسينما. You know what to do. Until tomorrow بلاقيكم. Get fit, stay fit.